صباح الخير واهلا بكل الساده المشاهدين بينضموا الينا من خلال شاشه الثانيه. يوم جديد بيبدا مع حضراتكم ومصر جميله. النهارده 9 مارس وهو يوم الشهيد المصري، وطبعا ده يوم بيعتبر من اهم الايام اللي احنا بنقدم فيها كل التحيه والاحترام والاجلال لاسر شهداء مصر من الجيش والشرطه. طبعا يعني بدايه الاحتفال بيوم الشهيد كان في 9 مارس سنه 1996، وده ذكرى وفاه رئيس اركان حرب الجيش المصري عبد المنعم رياض، واللي استشهد في معركه باسله وسط جنوده. والحقيقه بعد استشهاده تم تكريمه بشكل كبير جدا ومنح رتبه الفريق الاول ونجمه الشرف العسكريه، ودي بتعتبر من اكبر الاوسمه العسكريه. طبعا مره ثانيه بنتقدم بخالص التعازي لاسر الشهداء، وفي نفس الوقت بنشكرهم ونقول لهم يعني تحيه واجلال وعرفان لما قدمتوه من اجل رفعه هذا الوطن. النهاردة في حلقتنا عندنا مجموعة من المواضيع المتنوعة اللي هنتكلم فيها في مصر جميلة. هنتكلم طبعا على يوم الشهيد، وهنتكلم مع نموذج مشرف من نماذج المرأة المصرية. والحقيقة انه طبعا مصر ذاخرة بعدد كبير من السيدات اللي قدموا الكثير والكثير، وطبعا كمان بنحترمهم ونقدم لهم تحية احترام وتقدير. وتم تكريم مجموعة من سيدات مصر بالأمس من خلال احتفال يعني أقيم للنماذج المشرفة من السيدات، ولسه هنتكلم خلال شهر مارس أيضا عن نماذج مشرفة من السيدات المصريات واللي أسهموا الكثير في رفعة هذا المجتمع، لأنه طبعا عندنا يوم المرأة المصرية. خلونا نبدأ بأهم الأخبار. والحقيقة طبعا العالم كله بيتكلم على فيروس كورونا، وإحنا مش بعيدين عن العالم. والحقيقة كل يوم بيبقى فيه تصريحات وتأكيدات واجتماعات من قبل الحكومة المصرية للتأكيد على تطور الحالات الموجودة وفي نفس الوقت المكاشفة مع السادة المواطنين. خلينا نبدأ بالخبر، والخبر عن عقد السيد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمر صحفي موسع بمجلس الوزراء، وضم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، وذلك للحديث أمام وسائل الإعلام المختلفة عن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها مصر بعد إعلان فيروس كورونا وتفشيه في العالم. في مستهل المؤتمر الصحفي أكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر تعد من أول الدول على مستوى العالم التي بدأت ومنذ إعلان هذا الفيروس باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما أنها من أوائل الدول التي بدأت تنفيذ إجراءات الحجر الصحي في مختلف مطارات الجمهورية منذ الإعلان عن انتشار هذا الفيروس في دولة الصين، وهذا فضلا عن تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة هذا الوضع. شدد أيضا رئيس الوزراء على أنه بمجرد الإعلان عن الأخبار بدأ التحرك الفوري في نفس اليوم الذي تم إعلان اكتشاف إصابات، وهو يوم الجمعة قبل الماضية، وبدأ على الفور تحديد أماكن تواجد ومسارات التي سلكها السائحان الفرنسيين والمدن التي قام بزيارتها، وبدأ اتخاذ كافة الإجراءات للتقصي والكشف الطبي الظاهري على كافة المخالطين للسائحين الذين أقام في مصر خلال الفترة من 5 وحتى 16 فبراير الماضي، ومتابعة ما تم الإعلان عنه من جانب عدد من الدول أشارت إلى إصابة مواطنيها عقب عودتها من مصر. وأوضح مدبولي أنه تم التوصل إلى أن الرحلة النيلية التي قام بها السائحون هي نقطة التلاقي التي جمعت بين هؤلاء السائحين الذين تم الإعلان عن إصابتهم بفيروس كورونا من الدول المختلفة، وبناء على ذلك تم حصر بؤرة الإصابة والتحرك الفوري إلى هذا المكان واتخاذ كافة الإجراءات الطبية والوقائية المختلفة للعاملين والمخالطين للسائحين الذين تم الإعلان عن إصابتهم بفيروس كورونا، ولم يظهر على أي منهم أعراض إصابة بالفيروس، موضحا أن مدة العزل الخاصة بهم انتهت مع مطلع شهر مارس الجاري. وأشار أيضا رئيس الوزراء إلى أنه خارج البؤرة التي تم الإعلان عنها بالباخرة النيلية لم يثبت في مصر سوى الحالات الثلاث فقط، مؤكدا على أنه يتم الإعلان عن كل ما يتعلق بفيروس كورونا بشكل شفاف، وأيضا المبادرة بإعلان الموقف الخاص بهذا الفيروس، مشيرا إلى أنه يتم إعداد تقرير يومي عن التعامل مع الفيروس يتم توزيعها على مختلف السفارات بالخارج، سفارات مصر طبعا بالخارج، سعيا لتوفير وإتاحة أي معلومات أو بيانات عن مصر تتعلق بفيروس كورونا.
هذا بخلاف نشر هذا التقرير على المواقع الرسمية المصرية بصورة محدثة على مدار الساعة، إلى جانب إطلاق موقع إلكتروني يتم من خلاله نشر التطورات اللحظية لموقف فيروس كورونا في مصر، وأيضا الإجراءات التوعوية والمرتبطة بها. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم التوجيه لكافة المحافظين بضرورة التشديد على مختلف الإجراءات الخاصة بالنظافة العامة، وأوضح أيضا رئيس الوزراء أن الأمور ما زالت في إطار محدود، ولكن الاهتمام واجب حتى نتجنب هذا الفيروس، بالتركيز على السلوكيات فيما يخص النظافة العامة والعمل على تجنب بعض العادات التي من شأنها أن تكون سببا في انتشار الفيروس. طبعا العالم كله بيتكلم، وشفنا فيديوز كتيرة جدا بتتكلم على الإجراءات الاحترازية المفروض يتبعها كل مواطن لوقاية نفسه ووقاية الآخرين. أي حد يشعر بأعراض إن هو مصاب بتعب وهن، ارتفاع في درجة الحرارة، التهاب في الحلق، يلزم بيته ويتوجه لأقرب يعني مستشفى ويتم إجراء التحاليل الخاصة بهذا الفيروس. مطلوب طبعا النظافة العامة في كل مكان، وسمعنا يعني خطورة الفيروس في سرعة انتشاره. هو طبعا مش موجود في الجو، ولكن بينتشر من ملامسة الأشياء، فلو أي حد بيعطس بينف طبعا ياخد باله ويغطي وشه بأي كمامة أو بالمناديل، وتترمي في الزبالة، مش مطلوب أنها تبقى موجودة. النظافة مهمة جدا، غسيل الإيدين بيقي بشكل كبير جدا من الإصابة بأي فيروسات وخاصة فيروس كورونا، وفي نفس الوقت كمان تنظيف المكان وخاصة بالمواد المطهرة اللي يكون فيها كحل نسبته أكتر من 60%، لأنه هو ده اللي بيقضي على الفيروسات. وطبعا في الاول في الاخر بنتمنى السلامه للجميع، ومطلوب انه من الساده المواطنين التعامل بحكمه اكتر مع الموقف. في بعض الاحيان بيصيبنا هلع، بيصيبنا نوع من انواع القلق الشديد جدا، ولكن الحكمه والتريث في التصرف في الاشياء لازم ان احنا نتبعها. والحقيقه ان الدوله المصريه بتكاشف بالحاله، وما ينفعش ابدا انه اي دوله من دول العالم تخبي عن عدد الاصابات الموجوده عنها، لانه طبعا ده موقف متابع من قبل منظمه الصحه العالميه. واحنا شفنا من اول ما ظهرت الحالات تم الاعلان عنها في وسائل الاعلام عامه، وكمان في وسائل التواصل الاجتماعي، فبالتالي نشر الاشاعات او التهويل ممكن هو يضر بمصر بشكل اكبر، وخاصه الشق الاقتصادي. نكمل مع حضراتكم اخبارنا النهارده، وما زلنا مع تصريحات وزيره الصحه حول فيروس كورونا. ووزيرة الصحة أشارت وأكدت زيادة المعامل المركزية المزودة بالكواشف الحديثة، حيث تم شراء 250 ألف كاشف، بدأ بالفعل توريدها وتوزيعها على عدد من المعامل المرجعية إلى 8 معامل على مستوى الجمهورية. ابتداء من يوم الثلاث القادم سيبدأ شحن وتوريد كواشف سريعة لوضعها بالمطارات وكل الطائرات القادمة من الدول التي بها إصابات، سيتم فحصها حيث تظهر النتيجة في المطار خلال 30 دقيقة. وفي ختام المؤتمر الصحفي أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة لن تتوانى عن استخدام أي آلية أو تقنية تساعد في الكشف عن هذا المرض، لافتا إلى ما ذكرته وزيرة الصحة عن جلب جهاز جديد للكشف السريع متقدم جدا، وبدأت الدول التعامل به منذ أيام قليلة، موضحا أن الحكومة اتخذت إجراءات باستخدام هذا الجهاز للكشف عن كل القادمين على خطوط الطيران المختلفة. وطبعا تظهر نتائج الكشوفات خلال 30 دقيقة، وطبعا ده هيتم تعميمه في عدد من المطارات، وبنتمنى طبعا السلامة للجميع. وزي ما قلنا طبعا ولا نهول ولا نستهون بهذا الفيروس، كل العالم عنده إصابات، أو يعني معظم دول العالم عندها إصابات بفيروس كورونا، فطبعا يعني لازم برضو ان احنا مع سهولة التواصل وسهولة السفر والطيارات وسهولة التنقل من مكان لآخر، فبالتبعية لازم أنها يكون في أيضا سرعة الانتشار في عدد دول العالم. الإجراءات الاحترازية هامة جدا، وطبعا بنتقدم لكل السادة المسؤولين بالشكر على المكاشفة وأيضا إتاحة المعلومة لوسائل الإعلام علشان نطمن كل السادة المواطنين.
نكمل مع حضراتكم أخبارنا. وزي ما قلنا مبارح كان العالم كله بيحتفل بيوم المرأة العالمي، وطبعا ده أيضا يعني بيعتبر من أهم المناسبات واللي من خلالها بنقول إن المرأة في العالم كله وقفت، كانت بتتعرض لظروف قهرة، زيادة عدد ساعات العمل، قلة الأجور، فبالتالي سيدات في نيويورك خرجوا في مسيرة مطالبين بحقهم في إن هو أجورهم تزيد وتقليل عدد ساعات العمل. وطبعا الأمر تطور إلى أن أصبح في يوم عالمي للمرأة يطالب بحقوق كل السيدات. بالأمس أيضا مصر احتفلت باليوم العالمي للمرأة، والحقيقة أنه كان في مشاركة للسيدة انتصار عبد الفتاح وعبد الفتاح السيسي، طبعا حرم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنماذج مشرفة من السيدات المصريات كانت متواجدة معهم وكرمت مجموعة كبيرة من هؤلاء السيدات، وأشارت من خلال الخطبة اللي قدمتها أو الكلام اللي طرحته من خلال هذا المؤتمر لأهمية دور المرأة في المجتمع المصري. نطلع مع حضراتكم نشوف هذا التقرير ونرجع على طول نواصل لقاء. الدنيا مع حضراتكم ونواصل اللقاء، ومصر جميله. والنهارده في حلقتنا كمان عندنا نموذج مشرف جدا من نماذج السيدات المصريات اللي كان ليهم اسهامات كبيره جدا في عالم الفن. النهارده هيكون معانا دكتوره مشيره عيسى، عازفه البيانو المصريه، وايضا هي مصنفه عازفه بيانو عالميه، وهي ايضا استاذ في الكونسرفاتوار وايضا اكاديميه الفنون. الحقيقه هي اتكرمت في عدد من الدول وخاصه فيينا لان هي درست فيها، واطلق عليها العديد من الالقاب. اليونسكو اطلق عليها افضل عازفه، واختارتها شبكه البي بي سي واحده من افضل 100 شخصيه نسائيه ليها اثر كبير جدا في مجالها وهو مجال الفن. هتكون ضيفتنا بعد قليل مع حضراتكم في مصر جميله. وفقرتنا الثانية هتكون مع الشاعر عبد الناصر الجهري، عضو اتحاد كتاب مصر، وحديثنا عن يوم الشهيد. هنطلع فاصل مع كل السادة المشاهدين ونرجع على طول نواصل اللقاء ومصر جميلة. عقدت فعاليات المنتدى الاقتصادي للمرأة، والذي يأتي تأكيدا على الدور المهم الذي تقوم به المرأة في النشاط الاقتصادي، حيث أن تمكين المرأة اقتصاديا يمكن أن يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يتراوح بين 12 و28 تريليون دولار بحلول عام 2025. المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة لأول مرة يخرج من الهند، تستضيفه مصر. إحنا الدولة الوحيدة على مستوى العالم اللي حصل فيها نفس الحدث ده بعد الهند، لأنه عادة كان يعني بيحدث في الفعالية بتحدث في الهند. معانا 75 دولة، سيدات من كل أنحاء الدول الموجودة. صراحة كنا متوقعين إلغاءات كتير عشان الأحداث الكورونا اللي بتحصل في العالم، ولكن كنا مستغربين إن العدد اللي اعتذر قليل. 90% من اللي جايين من سيدات الأعمال لأول مرة ييجوا مصر كمان، وجايين بأسرهم وجايين يعملوا كمان سياحة بعد المؤتمر. أهم حاجة إن احنا التقاء السيدات الأعمال المصريات بسيدات أعمال قادمة من دول مختلفة، فالمنصة بتعتبر مجال للتعاون ومجال للحوار في إطار التعاون الاقتصادي وتمكين المرأة اقتصاديا. النهاردة المرأة المصرية في قطاع العمل، إذا كان القطاع الصناعي أو التجاري أو السياحي، فالنهاردة هي عنصر هام جدا ومؤثر. فالمرأة من أكثر العناصر التأثيرا في القرار. ليه بقى؟ لأن المرأة بتؤثر على زوجها، بتؤثر على أبنائها، بتؤثر على أخواتها، فليها قوة تأثير في القرار. مهم جدا المشاركة السياسية للمرأة في نفس قوة المشاركة الاقتصادية. احنا بنقول الاقتصاد يقود السياسة، لكن بدون إرادة سياسية وبدون دعم حقيقي للمرأة على أرض الواقع وليس شعارات، الدنيا اختلفت تماما. المجلس القومي للمرأة هو الشريك الأساسي مع المنتدى الاقتصادي للمرأة، وطبعا من أهم المحاور اللي المجلس القومي للمرأة بيشتغل عليها وفي ومحور أساسي في استراتيجية المرأة 2030 هو المحور الاقتصادي. بنحقق التمكين الاقتصادي من خلال مركز تنمية المهارات اللي بيمثل التمكين الاقتصادي بالمجلس القومي للمرأة. بنشتغل على محاور كتيرة، بنشتغل على تنمية المهارات الحرفية والريادية، عندنا نشاط المعارض اللي دايما بنشارك فيها زي النهاردة بالمنتدى. مع
من الجدير بالذكر أن الحديث عن الدور المهم الذي تلعبه المرأة في النشاط الاقتصادي وضرورة تعزيز التمكين الاقتصادي لها، وذلك لكون الدراسات العالمية توضح أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيق المساواة يعزز فرص النمو الاقتصادي حول العالم. نرجع مرة تانية مع كل مشاهدينا ونواصل لقائنا مع حضراتكم ومصر جميلة. النهارده معانا نموذج مشرف من السيدات المصريات اللي قدروا بمجهودهم ان هم يوصلوا للعالميه ويحققوا نجاح كبير جدا، لدرجه انه مؤسسات كبيره عالميه تتكلم عنها وتقول ان هي ليها بصمه في مجالها. زي ما ذكرنا قبل ما نشوف التقرير انه البي بي سي اطلقت عليها ان هي واحده من 100 شخصيات نسائيه اثروا في مجالهم بشكل كبير، وطبعا التاثير تاثير ايجابي. وكمان اليونسكو اطلقت عليها افضل عازفه. النهارده بيسعدنا ان احنا يكون معانا دكتوره مشيره عيسى، عازفه البيانو العالميه وعضو هيئه التدريس باكاديميه الفنون معهد الكونسرفاتوار. لا الموسيقى العربيه، الموسيقى العربيه عفوا. واهلا بحضرتك. الله يكرمك. كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيبه ميرسي. وطبعا حضرتك نموذج مشرف جدا للمراه المصريه في مجالك الفن اللي احنا بنطالب انه يبقى فيه ارتقاء بالذوق العام من خلال الفن. الحقيقه اول ما مارس الفن الفراعنه القدماء المصريين. ومسيرة الفن دي عبر آلاف السنين. ليه؟ لأنها بتعتمد على الـ الـ الأذن والصوت والأصوات. فأنا يشرفني إن إحدى الشخصيات المصرية اللي بتمثل مصر في جميع الأنحاء. احنا دلوقتي النهارده عندنا سبق في مصر جميله، لانه دكتوره مشيره قالت ان يعني ادت لنا السبق انه هيبقى في مؤتمر للمراه الافريقيه تحت عنوان ايقونه القاره السمراء، وطبعا ده بتعده اكاديميه الفنون وهيكون في ابريل 2020، وفي بحث مقدم عن دكتوره مشيره. دي هي فعلا شيء يشرفني جدا ان انا اشكر على الهواء استاذ دكتور عاطف امام العميد الاسبق للمعهد العالي للموسيقى العربيه، لانه هيقدم بحث في هذا المؤتمر اسمه ابداع المراه الافريقيه في الاداء على اله البيانو، وواخدني انا نموذج للبحث، يبقى انا مضمون البحث اللي هيقدمه ان شاء الله في ابريل. فده شيء شرفني جدا، وهيجيبوا لي اله بيانو كمان في قاعه المؤتمر علشان اعزف لهم يا هند مقطوعه او مقطوعتين بمناسبه المؤتمر. اكيد. خلينا نتكلم ونحكي للناس يعني رحلتك مع الفن ووصولك للعالميه، لانه طبعا لازم يبقى في موهبه وايمان بالموهبه وتشجيع ودعم. هو انا بشكر طبعا والدتي السيده امال سبيلجي حرم الدكتور صلاح عيسى ان هي السبب في انها اكتشفت الموهبه اساسا، فالاهل هم السبب. ودعمني والدي الدكتور صلاح عيسى باني ادرس خارج مصر قبل حتى لما احصل على البعثه من الدوله المصريه علشان ادرس بالنمسا في العاصمه فيينا. وانا طول عمري الحقيقه يعني دايما يعني بتمرن كتير. يعني ببقى لازم يعني كمان لله. هي دي مفاتيح النجاح. طبعا طبعا، يعني وأدي الواجب بتاعي لاقصى درجه، وده اللي بعلمه للطلبه بتوعي، ان مفيش حاجه بتيجي من لا شيء، لازم اتعب علشان اوصل لهدفي. والهدف هو اني اتوفق اني اظهر الاعمال الفنيه على اقصى درجه من الكفاءه. فده محتاج شغل كتير. وعلى فكره ما اقدرش يا هند اقول انا عملت حفله حلوه امبارح، انا لازم العب كويس دلوقتي. وكان عندي الحقيقه حفله يوم 2 مارس الاثنين اللي فات في المسرح الكبير في دار الاوبرا. حضرها الحمد لله سفراء، منهم سفيره بلجيكا، سفير مالطا، سفيره ايطاليا، حشد من الناس، منهم دكتور حازم عطيه الله، دكتور عدي عبد الباقي، دكتور محمد هلال، الحقيقه دكتور رامي كامل، حشد من المفكرين. وده حاجه تشرفني جدا ان مصر ما ننساش انها مركز اناره في الوطن العربي واحدى المراكز العالميه. طبعا دار الاوبرا المصريه. طبعا انا عايزه ارجع لقصه النجاح لانها ملهمه للكثيرين، وحضرتك نموذج لكثير من عاشقي العزف على البيانو ويتمنوا ان هم يبقوا زي حضرتك. مفاتيح نجاح اي حد عايز يحقق انجاز.
there is a price to pay in English يعني في ثمن يدفع اللي هو سنين العمر. ما اقدرش مثلا اقول انا لازم اتجوز بدري علشان كذا، لا ما ينفعش. يبقى انا اهلي بعتوني برا فور تخرجي، وطبعا قعدت فتره طويله جدا كسبت فيها مسابقات وجبت 5 قارات في العالم. وبعدين there is a price to pay، يبقى لازم تعرفي ان علشان تتقني شيء يبقى مش تتقني هدف، يبقى لازم الهدف ده بس تركزي هدف طبعا ويه. تركيز في الهدف بغض النظر الهدف ده ايه، رجل او مرأة. احنا بنتعامل مع مع شخص انسان طبعا. بالظبط. والموافقة ربنا ده بالتأكيد، بس لكل مجتهد النصيب. يعني ربنا سبحانه وتعالى برضو بيكرم اي حد يجتهد بشكل كبير، ده بالتأكيد. ربنا كمان هو الحافظ الصين، لان انت بتتعرضي مثلا، انا ما روحت ليوغوسلافيا كان في ضرب ومع ذلك عزفت للتلفزيون والمبنى اتحرق بعد كده. يعني في مواقف فعلا وفي مواقف طريفه، لما السرطان نزل فوق راسي لما كنت بعزف في المكسيك فنفضت وطلع على الفستان فنفضت. ومش معنى كده ان المكسيك ده، المكسيك رائعه اكتر من رائعه. حاجه جميله جدا يا هند انك تلفي حول العالم، مش كمضيفه طيران، انت بتمثلي بلدك حول العالم. فده شيء حتى انا كتبته في انشا، موضوع انشا لما كنت طالبه تلميذه في بورسعيد سكول، وكانت مدام ايزيس هي المدرسه الفرنساوي، فكانت بتسال واحد كل واحد فينا عايز تبقى ايه، فانا كتبت بقى استرسلت وانا عندي 12 سنه عايزه ابقى عازف البيانو وعايزه الف حول العالم، وخدتها مثل الحقيقه انه الله. وحصل فعلا ليه؟ لان في هدف انا عايزه اوصل له. امنتي بالحلم. ايوه بتاعي. وفي حلم. فهي هند لازم الانسان ما تحطميش الحلم بتاعه صح، حتى لو ما تحققش، لكن ممكن جزء كبير جدا يحققه عن طريق اولاده بعدين او عن طريق احد تلامذته بعدين. صح. كتب كتيره قوي اتكتبت عن الموضوع ده، وهو يعني زي اللو اوف اتراكشن او قانون الجذب، انت احلم حلم كبير واسعى لتحقيقه هيحصل. الحاجه الاهم كمان يا هند اني اجرد نفسي من حاجه اسمها الغيره. هو الغيره صنفين، في غيره وفي حقد. انا اغير على بلدي، اغير على فني، اغير على مستواي العلمي، لكن ما غيرش من حد. ليه؟ لان انافس نفسي. ايوه انافس نفسي. ليه؟ لانها ممكن اقلبها حاجه ايجابيه. لان في طاقه ايجابيه وطاقه سلبيه، دايما طبعاً. انظف مخي وانظف جسمي واخليه دايما طاقه ايجابيه، لانها مش هتبقى ليا لوحدي، هتبقى لكل اللي حواليا. صح. والطاقه السلبيه بتدمر. بالظبط، تدمر اي شيء حواليا. لو ركزت، لو ركز الواحد في نفسه، لانها طاقه زي ما قلت يا هند، فالطاقه دي هتساعدني بدل ما اهدرها في حاجه سلبيه. يبقى دايما اقول للطلبه بتوعي انتوا ركزوا في نفسكم هذه الطاقه فتندفعوا الى الامام، لان لو قعدت تلتفت يمين وشمال هتهدر هذه الطاقه ومش هتركز. بالظبط، هتتشتت ما بين الناس. المفاتيح الرئيسيه للنجاح. والله يعني يا ريت كل حد عنده استاذ زي حضرتك يديله نصايح حلوه. اشكرك يا هند انك خليتيني وسطكم النهارده الصبح. صباح الخير. كلمينا تاني كمان على مشوارك في التدريس مع الطلبه، يعني هل ما زال عندنا برضو ناس عندهم شغف كبير بالعزف على البيانو في ظل الصخب اللي احنا عايشينه في العالم؟ ده كتره. ليه بقى؟ لان اكتشف الاهالي ان الموسيقى زي الرياضه مهمه في حياه الانسان. لان زي ما بتشتغل زي ما بتذاكري لازم برضو ايه المخ يعني يحس بانه بيسمع فن عن طريق الاذن. كمان بتساعد على التركيز. يعني انا كنت بكتب بحوث عن عشان اترقى استاذ مساعد وبعد كده اترقى استاذ، فاحدى البحوث كان مدخل جديد ميسر لتدريس البيانو للمبتدئين والاطفال. فانا دي البدايه، لان انا ما كنتش بدرس اطفال، انا بدرس كبار في الجامعه. فابتديت اختار نماذج علشان اطبق عليها. والحقيقه نجحت في اني اطلعهم على المسرح الكبير في دار الاوبرا، واستمريت بعد كده بهذا الحفل الى يومنا هذا. اكتشفت طبعا واكتشف الاهالي انه ده عليه اثر ايجابي جدا على كل تلميذ منهم، منها ان التركيز اللي اتصوب في آلة البيانو ساعد في الواجبات بتاعت المدرسة. إن أساسا اللي التحصيل العلمي اللي بيحصلوه في ساعة ممكن يحصلوه في تلت ساعة لما بيمارسوا آلة من الآلات. ليه؟ لأن اتعلم إزاي يعمل فوكسنج يعني يركز تماما وإن المخ ما يشطش منه. فدي معلومة أنا توصلت لها عن طريق البحوث اللي كتبتها.
هايل، ويا ريت تطبق. يعني حضرتك اكيد طلعتي وطبقنا اجيال بس بالزبط. مستمريه في الموضوع، مستمريه في الموضوع ده، لان الموضوع ده عجبني جدا. فبنختار من المدارس المختلفه لغايه الجامعه، وبختار واحد منهم من كل مدرسه وبيطلع على المسرح. ايه اللي يميز عازف عن التاني؟ يعني ليه يبقى عازف مميز موهوب وحد تاني مؤدي؟ الاسلوب والموهبه. يعني احنا بنبتدي بالموهبه وبنخلص بموهبه. اولا لازم تكون مثقف جدا، لان مش يعني مش الاتي، بمعنى مش انسترومنتالست بس، لازم يبقى مفكر كمان، ويبقى مطلع مطلع بس مش بس في الموسيقى، مطلع على الفنون الاخرى، يقرا كتير، لان كل ده بيصب في العزف بتاعه. لازم يكون كمان دقيق جدا وبيتمرن، لان احنا لازم نتمرن. حضرتك بتتمرني كام ساعه في اليوم؟ او انا لو قلت ما حدش هيتمرن. هو وانا طالبه كنت بتمرن 9 ساعات 10 ساعات في اليوم. ده بالتاكيد متواصل ولا لا؟ مش متواصل، متقطع. متقطع. وبعدين ابتدت مع الممارسه وصلت لثلاث اربع ساعات. وبعدين دلوقتي مع الخبره ممكن توصل ساعتين. لكن لازم قبل العزف، قبل العزف على المسرح حضرتك، لان خلاص بيبقى هرمي، بيبقى هرمي كده، ببتدي قليل يوصل لقمه الاداء، وبعدين ينزل شويه علشان يبقى عندي قوه اطلع بيها على المسرح. ليه؟ لان ممكن جدا ايديا توجعني. صح. وكمان عندي كمان عده. اتحكي بقى على العده بتاعتي، الدهانات بتاع، مش عايزه اقول اسم دهان، اللي هو للعضلات علشان الوجع. وممكن توصل اني اخد حقنه علشان من كتر ما في شد عضلي. واحده بس قبل الحفله علشان ايديا ما توجعنيش على المسرح. فشوفي في برضو رد فعل للمذاكره كتير، زي لما بيحصل للاعيب الكوره لما بيقع او يقع في وسط الملعب ولازم يدوله يعالجوه علشان يكمل. صح. انا في الحفله الاخيره في ضفر من ضوافري كسر. ياه. وانا على المسرح من الاداء، من سرعه الحركه اسرع حتى من العينين. ما تشوفيش الايد، فممكن جدا تخبط في المفتاح من المفاتيح. مع اني قصد ضوافري كويس قوي. فالحمد لله جت سليمه. الحمد لله. اهم الحفلات اللي حضرتك عزفتي فيها وبتحبيها؟ في مهرجانات عالميه، يعني مهرجان سيرفاتينو العالمي في المكسيك، لندن في الرويال سكول ميوزك، واشنطن في ليزنر اوديتوريوم في جامعه واشنطن، واشنطن يونيفرسيتي، فيينا قاعة موزارت في الكونسرت هاوس، كتير قوي. لما طلعت الأولى على 32 دولة في مهرجان البحر المتوسط في اليونان لأداء المرأة، أداء المرأة في على بحرين، البحر الأبيض والأسود في تسالونيكي. الحقيقة برضو اتكرمت من اليونسكو زي ما حضرتك قلتي. لا حفلات، يعني خمس قارات حضرتك، يعني كل حفلة بهتم بيها، حتى أصغر حفلة هند بهتم بيها. طبعا، وهو ده سر النجاح. انك تكوني بتحبي شغلك وتهتمي بكل شيء. الأتينيه الرومان في بوخارست من أجمل القاعات اللي عزفت فيها، لأنها قاعة مدورة ذهبية وأنا في النص. عمري ما عزفت في قاعة زي دي، أتينيه الرومان، حاجة أكتر من رائعة. في التلفزيونات المختلفة كمان، يعني وفي الدول العربية عزفت في الكويت وفي المغرب وفي الأردن غير مصر، يعني لفيت. بالتوفيق دايما. احنا بنشكر حضرتك انك شرفتينا وكنتي معانا النهاردة في مصر جميلة، وان شاء الله مزيد من النجاح والتألق. اشكرك. شكرا لحضرتك. صباح. هنطلع فاصل مع كل مشاهدينا ونرجع على طول نواصل لقائنا مع حضراتكم، ومصر دايما جميلة. نرجع مرة تانية ونواصل لقائنا مع حضراتكم ومصر جميلة. وبيسعدنا في هذه الفقرة ان احنا نلتقي مع الشاعر عبد الناصر الجهري، عضو اتحاد كتاب مصر، وهو ليه 17 ديوان وثلاث مسرحيات شعرية. صباح الخير. صباح النور. واهلا بحضرتك معانا. كل سنة طيبة وحضرتك بصحة. يوم جميل طبعا، يوم الشهيد طبعا. طبعا يوم الشهيد المصري والقوات المسلحة المصرية،
ويا رب عام سعيد كده على أسرة قوات المسلحة المصرية يا رب كده. امين يا رب العالمين. طبعا احنا بنقدم كل الاحترام والتقدير لاسر الشهداء وبنشكرهم على التضحيه الكبيره اللي هم قدموها في سبيل رفعه هذا الوطن. وطبعا زي ما شفنا من خلال التقرير لماذا تم اختيار 9 مارس كيوم للشهيد. حضرتك ليه قصائد خاصه بالشهيد وام الشهيد، فياريت نسمع جزء منها. في معايا قصيده بعنوان سيده البساتين. وكما الزهور وكما الزهور تحن للنسمات، كم حنت إليك فعجلي، أهل الهوى أدرى بأحوال المساكين. رغم المسافات التي امتدت فطيفك أنت تفسير لأحلامي، وكالأوطان يكفيني، فالقلب قد يخفي هواك وحاله، لكن لحظي فاضحي كم ود تقبيل الرياحين. ذاك الهيام وجدته حولي على الصفحات، أم نيل تراءى أم نجيمات ستطويني، وأمر قربك مولعا قد شدني التحنان أو دفء العناوين، وكأن قافية تشكل خافقي وصبابتي قبل الشرايين. أنت التي لو جفت الكلمات في صحرائها من بئرها أسقي رماء للمحبين، أنت التي جعلت من الضحكات عائلة ستأويني، أنت التي دوما أراك إذا التفت فلا أفيق، وهل يفيق الشعر من إطنابه والحرف مسكون، فلو أقبلت رديني، جرحي قديم غائر فالريح تدرك دائما سر الطواحين. أكذا المريد متيم ويهيم كالمجنون في كل الميادين، أنت التي جعلت فؤادي للفراشات المهيضة ملجأ للعشق في كل الأحايين. الجذب أصبح لا هروب أمامه وبنى مجازا قد غدا، يحييك يا عمري ويحييني. أنا إن نسيتك في سطور ما نسيت فأنت ملهمة الدواوين، وأخال طيفك باسما حولي وفي حلي وترحالي وفي كل الجهات، أراك ناشبة بتكويني، فيظل حبك في الشغاف ولا سواه، فأنت سيدة البساتين. جميل. حضرتك بدأت يعني إمتى نظم الشعر، ومين اكتشف الموهبة ورعاها؟ والله المدرسة طبعا كالعادة لها دور مهم جدا طبعاً في اكتشاف المواهب، وخصوصا كنت في المرحلة الإعدادية في حصة التعبير عن الأم، موضوع عن الأم. فطبعا أنا بشكر طبعا المدرسة الفاضلة، طبعا لسه فاكر اسمها طبعا، الأستاذة هناء أحمد عوض في مدرسة الشهيد حمزة السحيتي المحمدي في بديكيرنس يعني مسقط رأسي يعني. فهي طبعا دعمتني جامد جدا، عملت لي مجلة حائط أكتب عليها أشعاري وطلعتني في الإذاعة، وبالعكس كمان بقيت أنا مضاد المكتبة ألخص الكتب والقصص عشان تنمي الموهبه جوايا يعني. فبشكرها مره تانية. المهم قوي موضوع المدرسه ده في اكتشاف طبعاً المواهب طبعاً واكتشاف النوابغ، وطبعا القرى المصريه والمدن المصريه مليانه طبعاً مواهب طبعا. على فكره يعني اعتقد امبارح برده كان معانا شاعر من الصعيد، وبرده كان الفضل في اكتشاف الموهبه بتاعته ومدرسته في المدرسه. فهنا طبعا لازم نقول انه المدرسه عليها عامل ودور كبير جدا، وخاصه اللي بيقوموا على العمليه يعني المدرسين والمدرسات، كل ما كان عندهم وعي بتوجيه الموهبه للمجال الصح كل ما ضمننا ان احنا عندنا ناس هتبقى فاعله في المجتمع. واخطر سؤال كانت بساله وانا صغير يعني هي قالت لي عندك موهبه الشعر. انا ما كنتش فاهم يعني ايه موهبه الشعر، ما كنتش عارف ايه عالم الشعر اصلا، لولا هي نبهتني ما كنتش حطيتك على الطريق الصح، ما كنتش ادركت عالم الشعر خالص نهائيا يعني. فطبعا انا بشكرها واتمنى الاهتمام بالمواهب والبراعم في مراحل الابتدائي والاعدادي. طبعا طبعا مهم جدا التربيه والتعليم لها دور في اكتشاف المواهب طبعا، ده اكيد مش بس قصور الثقافه او لا، لازم الدنيا أو تبدا من الاول يعني. طبعا. طيب خلينا نسمع حاجه تانية من قصائد حضرتك. اقول استدرجني الشعر إليها فسكرت ولم أعصر خمرة، استدرجني الشعر إليها فسكرت ولم أعصر خمرة، استدرجني من قبل النخل
ولم يسقط طمرة، استدرجني حتى استلهم من عينيها مختصرا قافيتي، واستعجلت بصحرائي النوق الحمرة، استدرجني حتى ذهب العشق بعقلي وأضعت العمرة، استدرجني لم أبلغ من كأث ثمالتها أمرا، استدرجني لا أدركت لزيد راحلة للإطناب ولا جنبت حدثتها عمرا. جميل. هل حضرتك شاركت في يعني منتديات خاصة بالشعر؟ حصلت على جوائز خاصة بالشعر؟ خدت الحمد لله يعني جوائز عديدة ما شاء الله، أخرها طبعا جائزة اتحاد كتاب مصر 2016 أحسن ديوان شعر، دعوة لم ترفع بعد عنوان الديوان، فطبعا جائزة مهمة جدا جائزة الفترة الأخيرة. آنفا طبعا من 2008 خدت جائزة أحسن 35 شاعر في الوطن العربي، أفضل 35 شاعرا في الوطن العربي بأبو ظبي بأمير الشعراء 2008 الموسم الثاني يعني. وكان تكريم طبعا دولة الإمارات الشقيقة للشعر بالذات، يعني تكريم مهم جدا يعني طبعا، لان يعني هي طبعا مهتمين بالشعر العربي والحفاظ على الشعر العربي. مسابقه امير الشعراء انا يعني طبعا اهم المسابقات اللي بتقام طبعا، مشروعك الادبي بيتعرضوا قدام قامات من الشعر والنقاد يعني، وغير الاعلام والفضائيات وغير يعني، فهي فرصه ان انت تبرز بضاعتك الشعريه الجميله الرائعه قدام النقاد وقدام الوطن العربي كله. كانت فرصه مهمه جدا، نقله ثانيه في حياتي اللي مسابقه امير الشعراء بأبو ظبي يعني بالإمارات العربية الشقيقة يعني. هايل. احنا بنشكر حضرتك يا فندم ونورتنا يعني، طبعا للأسف الوقت خلص، لكن يستكمل الحديث ونسمع من حضرتك جزء من أشعارك قبل ما نختم. ماشي. اتكلم عن قصيدة بعنوان إذا يا حبيبة مت لا تبكي علي، ما كان من عشق كبير بيننا سر لدي، لا تخبري أحدا من العشاق عن قلب الشقي، فلأنني أهواك في الموت الجميل وأكتوي لو كنت حي، فضعي على قبري قصائد عشقنا، فالشعر مؤتمن ولا ينسى مزارا أو قصي. شكرا لحضرتك. نشكر كل السادة المشاهدين تابعونا النهاردة، وإن شاء الله بكرة اللقاء يتجدد مع حضراتكم ومصر جميل.